فوق البوطه ما جانيش. كيفاش نصور؟ شوفوا كيفاش تيجي مدغمر هانتوما، كيجي ديك البصله كتجي مدغمره. شوفوا هو كيفاش كيجي من الفوق محمر. حاولت انني نقلبه في الاخر. صافي دابا غندوز نقلي البطاطا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. اللي كيدخل عندي اول مره يهبط يدير زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي. اليوم صراحه جيت لكم بواحد الطاجين اللي هو ساهل، بدون توابل، بدون يعني بجوج ديال التوابل، والله الا درتو بالخرقوم وبسكين جبير وصافي. وشي الاخر غادي تشوفوا، يعني قصدت انا التوابل، يعني بالنسبه للتوابل داك القزبر، قزبر بودره وداكشي. المهم بغيت نقول لكم هو ردوا بالكم البوطه الصغيره. صراحه والله الا اليوم شحفاتني بزاف بزاف، تيشعل ليا فيها العافيه وتنصوت. راه تشوفوا وجهي المقدمه مدرتها لكم حتى ساليت الطاجين، وتاكدت من العيش ديالي انني غادي نعيش. ومهم نتمنى يا ربي يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش تكملوا حتى الاخر. والله الا فيديو مفيد، وبالنسبه للناس اللي مرض ما كيبغوش التوابل ديروا هذه الطريقه وكيجي بنين بنين بنين. سمع سي محمد قال لي اختي وصور عليا انا راه ما عنديش ثلاثه اليدين ولا اربعه. المهم انتما غادي تحتاجوا، انا الصراحه ما غنديرش التوابل بزاف، علاش جبت لكم بدون توابل؟ ما غاديش ندير بزاف. دابا غادي نقرد البصله ديالي، نقردها هكا على شكل شرائح. واو سطح العامل راه واضع عندي انايا. هكا غادي نقطع جوج بصيلات. هاد البصله ديالنا غادي نخليوها على جنب، غادي نديرها طاجين نفرشو بها. شوف شحال بكيت مع هاد البصله. كاينه شي بصله الصراحه ما كتكونش حاره، هادي حاره. دابا غادي ندوز للربيع، ندوز الربيع سوا نقطعو. المهم كلشي بغيت نقطعو معاكم هكا باش يكون الفيديو ايجابي وصافي. شوفو غنشدو شي هوايه، بالنسبة للربيع ديالي ها هو غادي نزيد عليه واحد راس ديال التومة يكون كبير. غنقطعو على هاد الشكل. صافي غادي نزيد هاد شويه ديال الحامر، الحامض الحامض مصير. غادي نحيدو هذاك اللب ديالو، نحاولو نحيدو دوك الحضومه. صافي غادي نديرو اللب ديال الحامض. من بعد غادي نزيد واحد معلقه معهم راس ديال الموطارد، واحد شويه. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، غادي ندير معلقه صغيره ديال سكين جبير. غادي نديرو شويه ديال الملح، عرفتو ما فيهش توابل كاع بزاف، حتى هو جهد معلقه صغيره. غادي ندير شويه ديال الزيت، ربع كاس. غادي نحاول ندير ربع كاس. صافي وغادي نزيدو عاوتاني شويه ديال الماء، هو ما كاملش ربع كاس حيت ما غنعاودوش نزيدو فيه الماء. صافي جوج شويه. صافي وغادي نخدم دوك المكونات ديالي، غادي نخدمهم هنايا. صافي من بعد ما خدمت المكونات ديالي قبل راني غاسله الدجاج، وخا جبتو من الثلاجه عاود غسلتو ونشفتو. المهم كنديرو اللي قسم الله على حسب المكون، على حسب الافراد ديال العائله ديالنا. صافي غنحاول انني نخدم هاد الدجاج هذا باش يشرب ليا مزيان ديك التوابل.
نجيبو الطاجين ديالنا اللي من قبل نرشو بالبصله. غادي نديرو الدجاج ديالي صافي، وغادي نخوي عليه دوك التوابل. غادي ناخد واحد شويه الماء نخلي البيض هادشي اللي بقى. صافي وداك شويه الحامض اللي حيدت منه داك الحامض الصغير غنديرو هكا ويطيب عليه، وغنسدو على الطاجين ديالنا وغنخليه شي 45 دقيقة هكاك حتى يطيب على خاطرو. إوا دابا يا خواتي هادشي ميمكنش أننا درنا الطاجين ومنديروش معاه البطاطا فريت مع هادشي تيعجب سي محمد. ملي كنكونو حنايا كنحاول أنني نديرلو داكشي لي تيعجبو. صافي غادي نقيها تا هي، وراكم عارفين غادي نقردها عيب الموس باش نقليوها. وصافي غادي ندير شويه ديال الزيتون، نسيتو ما شاركتوش معاكم تيجيب ليا سي محمد، بس ما قدرتش نبقى ندوي معاه. قال لي يا اختي صافي عيتيني قصطيني. المهم ها نتوما شوفوا الطويجين ديالنا كيجي مدغمر صراحه، تيجي بمذاق زوين. انا دابا غنزيد الزيتون، دابا غنزيدو الزيتون ديالنا وصافي، وغادي نطفيو عليه وندوز نقلي البطاطا. ما فوق البوطه ما جانيش كيفاش نصور، شوفوا كيف تيجي مدغمر ها نتوما، كيجي ديك البصله كتجي مدغمره. شوفوا هو كيفاش كيجي من الفوق محمر، حاولت انني نقلبو في الاخر. صافي دابا غندوز نقلي البطاطا. دابا حطيت البطاطا ديالي كتقلى. المهم هاد الطويجين ديالنا صراحه عجبني المذاق ديالو. دابا غادي ندير البطاطا ديالنا وصافي. غادي تشوفوا واحد شويه ديال البطاطا باقا خضراء، لانه الوالد ديالي مسكين محيد فمو، خليت له شي بطاطات هكاك باش يقدر ياكلهم. ايوا ها نتوما معانا غنشوفوا شوف الطاجين، شوف اللي شهيتو يسمح ليا. ايوا كيف ما شفتوا اخوتي انا ساليت، سي محمد تعصب عليا اليوم، ساليت الطويجين ديالي. ردوا بالكم من البوطه الصغيره، ونتمنى يا ربي هاد لا فيديو يعجبكم، ونخليكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم بصحه جيده يا رب.